يقول أرى بعض المصلين إذا صلى مكت في سجوده مدة من الوقت للدعاء، وقد تستغرق هذه المدة ما يقرب من 10 دقائق تقريبا أو تزيد، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان هذا المصلي إماما فإنه يشرع له التخفيف، يشرع له التخفيف ولا يطيل على المأمومين، لأن هذا يشق عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيتوسط بين التخفيف المخل وبين التطويل الذي يشق على المأمومين، يكون متوسطا في ذلك. أما إذا صلى وحده فله أن يطيل ما شاء، له أن يطيل في القيام وفي الركوع وفي السجود ما شاء، لأنه حينئذ لا يشق على غيره. جزاكم الله خيرا. قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا صلى وحده فليطول ما شاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني بأخينا يقول إن هؤلاء يصلون وحدهم وليسوا أئمة. كما ذكرنا إذا كان يصلي وحده فله أن يطيل ما شاء. الحمد لله. جزاكم الله خيرا.